السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم وحياكم الله. مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ضمن الأسبوع 24 من انطلاق الدوري الإسباني الدرجة الأولى، تقام هذه المباراة اليوم الأحد الموافق للخامس من مارس 2023 بتمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب العربي. المباراة منقولة على قناة بي ان سبورت 1 HD، وفي التعليق علي محمد علي. تمكن نادي ريال مدريد من الفوز على نادي ريال بيتيس في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، واليوم ضمن مباراة الإياب يسعى ريال مدريد إلى تكرار الانتصار على ريال بيتيس في هذه المباراة.